اشتعلت الأزمة في الجزائر بين اتحاد الكرة وجمال بالماضي المدير الفني للخضر مع رفض بالماضي تقديم استقالته بعد وداع الجزائر لدور المجموعات بكأس الأمم. اتفاق بالماضي ووليد صادي رئيس الاتحاد بفسخ عقد المدرب توقف وسافر بالماضي لقطر وساب الباب مفتوح قبل ما يجتمع مع رئيس الاتحاد لحسم مستقبله. رئيس الاتحاد أعلن رحيل بالماضي قبل ما يتفق معاه، وده في الوقت اللي كانت فيه تقارير جزائرية كشفت إن بالماضي بلغ اللعيبة في أوضة اللبس بعد ماتش موريتانيا برحيله. سبب تاني للأزمة وهو إن الأمر كان المفروض يتم حله ودياً بعد التفاوض، ولكن بالماضي طالب بتعويض مالي بما يوازي قيمة راتبه لغاية نهاية عقده سنة 2026. رئيس الاتحاد أعلن إن صفحة بالماضي انتهت وإنه عايز مدرب عالمي، ووضع شروط للمدرب الجديد إنه يتقن اللغة الفرنسية وإنه يكون اشتغل قبل كده في أفريقيا وحقق ألقاب. وطرح رئيس الاتحاد وليد صادي أكتر من اسم، أبرزهم الفرنسي هيرفي رينار مدرب كوت ديفوار وزامبيا والمغرب سابقا واللي بتتوفر فيه كل الشروط، ولكن الأزمة إن عقد رينار مع منتخب سيدات فرنسا مستمر حتى أغسطس، والجزائر هتلعب في تصفيات كأس العالم في شهر يونيو الجاي.